السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أحب أن أبارك لكم قبولكم في كليات محمد المانع للعلوم الطبية، وأتمنى لكم فصل دراسي مكلل بالنجاح والتوفيق. معكم هبة شويخات، رئيسة قسم الرعاية التنفسية. بإذن الله اليوم راح أعطيكم نبذة بسيطة عن تخصص الرعاية التنفسية. ما هو تخصص الرعاية التنفسية؟ هو تخصص مسؤول عن تعزيز صحة الجهازين القلبي والرئوي. كأخصائي أو أخصائية رعاية تنفسية سوف تقومون بالكشف، معاينة، علاج، وأيضا متابعة حالات المرضى. من هم المرضى الذين سوف تقومون بعلاجهم؟ هم الأشخاص المصابين بأمراض في الجهاز القلبي، الرئوي، أو الأمراض التي لها علاقة بالجهاز العصبي المركزي. أيضا المرضى بعد الحوادث، الخدج وحديثين الولادة، والأشخاص المتقدمين في العمر. أين يعمل أخصائيين الرعاية التنفسية؟ جزء كبير من أخصائيين الرعاية التنفسية يعملون في العناية المركزة، بينما الجزء الآخر منهم قد يعمل في مراكز إعادة التأهيل، في قطاع التعليم، وأيضا في الأبحاث. ما هي مهام أخصائيين الرعاية التنفسية؟ يقوم أخصائيين الرعاية التنفسية بإعطاء الغازات المختلفة للمرضى، أهمها غاز الأكسجين، أيضاً إعطاء الأدوية عن طريق البخار، والاهتمام بالعلاج الطبيعي للصدر. يقوم أخصائيين الرعاية التنفسية بسحب عينات من الدم من الشريان، وذلك لتحليل نسبة الغازات فيها وأهمها غاز الأكسجين. أخصائيين الرعاية التنفسية لهم دور بارز وفعال في علاج المرضى في غرف الطوارئ. يقوم أخصائيين الرعاية التنفسية بالمساهمة في إدخال أنابيب التنفس الصناعي والتحكم وإدارة أجهزة التنفس الاصطناعي بشكل عام. تخصص مهم يندرج تحت الرعاية التنفسية وهو علاج وتشخيص اعتلالات النوم. أيضا يقوم أخصائيين الرعاية التنفسية بالقيام بفحوصات وظائف الرئة. يقوم أخصائيين الرعاية التنفسية بمساعدة المرضى سواء في الإقلاع عن التدخين أو مراكز إعادة التأهيل. سؤال قد يتبادر إلى ذهن الكثير منكم، لماذا تخصص الرعاية التنفسية؟ لماذا نختار تخصص الرعاية التنفسية؟ هناك أسباب كثيرة، على سبيل المثال للحصر، أولاً تنوع الحالات التي يقوم بعلاجها أخصائي الرعاية التنفسية، مختلف الحالات السريرية ومختلف الأعمار. أيضا يقوم أخصائي الرعاية التنفسية بدور بارز ومهم في عملية علاج المريض. هناك أيضا دائما فرصة للتطور لإكمال الدراسات، وهناك أيضا الجانب المادي، حيث تشكل مهنة الرعاية التنفسية مردود مادي جيد. ما هو مستقبل مهنة الرعاية التنفسية؟ لماذا سوف نحتاج لأعداد أكبر من أخصائيين الرعاية التنفسية في المستقبل؟ أولا بسبب ازدياد عدد الأشخاص المتقدمين في العمر، ازدياد التكنولوجيا المتعلقة بالجهاز التنفسي، أيضا سوف يكون هناك اهتمام أكبر بالطب التلطيفي والمساهمة في الإقلاع عن التدخين. هناك أيضا اهتمام كبير بالكشف المبكر عن الأمراض التنفسية، وأهمها مرض COPD وهو مرض الانسداد الرئوي المزمن. وفي الفترة الصعبة التي يمر بها العالم حاليا، ازدادت الحاجة لأخصائيين الرعاية التنفسية، حيث لهم دور بارز ومهم في العنايات المركزة، منها إدارة أنابيب التنفس الاصطناعي وأجهزة التنفس الاصطناعي. بعد إعطاكم نبذة بسيطة عن تخصص الرعاية التنفسية، أحب أن أستعرض لكم الخطة الدراسية لبرنامج الرعاية التنفسية في كلية محمد المانع للعلوم الطبية. الدراسة هي عبارة عن 4 سنوات، أول سنة هي عبارة عن سنة تحضيرية، يليها 3 سنوات مكثفة لمواد التخصص، وهي مواد تخصص الرعاية التنفسية. يليها آخر سنة وهي سنة الامتياز، حيث يقوم الطالب بتطبيق جميع المهارات العلمية التي تم اكتسابها خلال السنوات السابقة. في النهاية أحب أقول لكم أن احنا دائما متواجدين للإجابة على استفساراتكم وتساؤلاتكم. شكرا.